ها عزيزي، عرفت الجنة دي حق مين؟ حق مين يا عزيزي؟ هذه جنة بنتي ضبية من النندادة، قد وصلت فيكم الجراءة، تدخلون بيوت الناس يا أنصاص الليالي. حصحص الحق وبان الحق، انقشع الضباب والغمام، عرفنا الفاعل. أنا من يوم ما شفت الخرقة هذه وأنا داري إني الفاعلة. وأنا قد قلت لك يا قطار، أني مانش حق قطع رؤوس البهايم، أني شقطع راسك أنت. شفت يا أمير، شفت يا أمير، هي القاتلة، هي الباقرة الملعونة، هي ذي القاتلة. أعذرينا يا أختي وسامحينا أن يعني جينا لبيتك وأنتي مرة وحيدة. أني مانش وحيدة، أني زوجة الشيخ فاضل اللي يحسه ملان الدنيا بكله، سواء كان في بيته ولا خرج زيارة أونا ولا أونا. أنت معك حق، أنت ما غلطتيش، إحنا اللي خطأنا. ولا إيش يعني خرقة؟ موجود بسوق البز من زيه بالمئات، والنسوان اللي يلبسوا مثل هذا البز كثير. علشان كذا إحنا غلطنا، ومنك العفو والسماح. وإذا احتجتي أي حاجة لبيتك، للأرض، للأطيان، تشتي عمال يساعدوك. الحمد لله أني مانش بحاجة شي، ولو أنتوا بحاجة شي قلولي وأني ما شقصرش. حتى لو مش محتاجة شي، أنا الحاكم وأنتي من رعيتي، يعني لازم ننفذ لك طلباتك لما يعود لك زوجك بالسلامة. إيش معاك مونة؟ قالت لا تدلون على النسوان. عوض، ما حد تعدى علي يا عوض. الحاكم بس أجا يطمن علي لو أني بحاجة شي. وأني قلت له الحمد لله ما أنيش بحاجة شي، وقد كان خلاص بقى يمشي. مع السلامة يا أمير.